الرجاء البيضاوي المغربي وبيراميدز او الاهرام المصري. لما تيجي تخيرني وتقول لي تتمنى مين اللي يكسب ولا مين اللي ينجح، هقول لك الرجاء البيضاوي المغربي. الكرة جماهيرية، الكرة جماهيرية، كرة القدم بتعتمد على الجمهور او محبة الجمهور. والرجاء البيضاوي المغربي عنده يعني عنده ايه شعب، مش عنده جمهور بس، ده عنده شعب بيشجع الرجاء البيضاوي المغربي. لكن الاهرام او بيراميدز مع احترامي فريق مصري يعني، ولكن ما عندوش جمهور، ما عندوش جمهور، فريق ما عندهوش اي حد بيشجعه، يعني فريق مادي ومعرفش، وفيه كمية لعيبة لكن ما فيش جماهير، والكرة جماهيرية. فما تخصبش عليا وتقول لي ان الرجاء ممكن يكون في النهائي او ممكن يكون مرشح او ممكن يسود افريقيا، لا الكلام ده صعب جدا. الرجاء ماشي، امبارح احنا بنخسر فريق قوي الوداد المغربي بخروجه من الدور قبل النهائي من دوري ابطال افريقيا قدام كايزر بطل جنوب افريقيا، والحمد لله صعد النادي الاهلي. كنا بنتمنى ان النهائي يبقى فريق عربي يعني او فرق عربيه بتقابل بعضيها، الاهلي والوداد المغربي، لكن خسرنا الوداد المغربي. بس الحمد لله في فريق عربي موجود، النادي الاهلي، وربنا يتمها على خير ان شاء الله باذن الله. والكونفدراليه النهارده الرجاء البيضاوي المغربي هو اول فريق او افضل فريق مرشح للفوز بالبطوله. تمنياتي وكل التوفيق للرجاء البيضاوي المغربي لانه فريق جماهيري وفريق صاحب باع طويل جدا في البطوله او البطولات الافريقيه، وربنا يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.